أعوذ بالله من الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون من قد نبأ بأخبارهم وسروا ثم تردون إلى عالم الغيب وشل ما كنتم تعملون

سميع ومن العرب من يؤمن بالليل يوم الآخر يتقرب إلى الله وصلاة الرسول ألا إن قربة لهم سَيُدَخِّلَ رحمة إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه وأرضى عن جنات تجري تحت الخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة ما رضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعظم مرضا ثم يردنا ذنب النظيم وآخرون أعطانا خلال عالم عملا صالحا وأخر السيئة أسألنا يا تب إن الله غفور رحيم خذ من أبل ما شدق تطهرهم تزكيهم به وصل عليهم إن شكلا تخزك أن الله سميع نليل ألم يعلموا أن الله يقبل من وصل وأن الله تواب رحيم وقل إمال وسر الله عمر وصله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب وشم كنتم تعملون وآخر نمبر جان لأمر لا يما عليهم الله عليم حقيا والذين اتخذوا من جندا ذرارا وكفرا وتفريقهم بين المؤمنين رسول ما رب الله رسولهم من قبل وليحلفون ان نرد الى الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لن تنقم فيه ان بدل مسنوس على التنقل من اول من حق وان تنقم فيه, فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افهم الناس على التنقل من الله ورد ونخش

Bulan dimba yaan tumbe wadani kau wala faunzul nadea ata imbunala yaan biondu na lahaa imbiondu na saa ya hunarong keu na sanji indu na lahaa biru na bilmaa arovoa na hunal mong kanula habu gunundu ndinla aba ishira momenin baikanimbula dinamanu aya stepula mashauka nu hulamba ما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عما عند إياه ولما تبين له أنه عبد الله بر منه إن إبراهيم الأول حليم أما كان عبد الله بعد إذ هدم بين ما إن الله بكل شيء عليم إن الله ملك السماء والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تم هجر الأنصار الذين

ولولا نافر من قلفرقت منم طئفاتليتفق بيالدين يندرون قوما مدرجع واليهم لعلهم ينذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدون الله وأعلموا أن الله مع وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زاد هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزاد ممن استبشروا وأما الذين في قلوبهم مرض فزاد من رجس إلى رجس ومدوى مكبرون أولا يرون أنهم يفتنوا في كل عام مرضا أو ما مرضين ثم لا يَتُوبُنَ يذكرون وإذا بانزل سورة نذر بعض من بعض هل يركم من أحد ثم شرفوا شرف الله قلوب بأنهم قوم لا يقون لقد جاءكم رسول من أنفسهم عزيز عليم علينا رئيس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن لم الله لا إله إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا وحينا إلى رجل من منظر الناس بشير الذين أمنوا وأن المقدم مسجد عند ربهم وللكافرين عند أهدى للساحر بين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دبل الأمر ما من شاف من بعدني من فلن تذكروا يقول <applause> إلهي بردكم جميع وعبد الله ان لم يخلص من الذين عملوا عمل الصالحات بلا قسط والذين كفروا لهم شرب من حميم وذل ما كانوا ينفرون والذين جعلوا شمسا أولا قمروا نورا وقدروا ما زال تعلم عدد السنة الحساب ما خلق <applause> الله ذلك بالحق يفاصل قميع النمول إن في اختلاف الليل والله ما خلق السماوات ينقوم إن الذين يردون لقاء أنا ورد بالحياة الدنيا ما أن بين أن يدنوا في <applause> نون وهم لما كان يسمون إن الذين عملوا عمل الصالح حديا دم ربهم بإيمانهم تجري من ذهب لأن من جنة النعيم دعوهم بيا سبحان الله وتحيا بيا سلام وأخر دعوة من الحمد لله رب العالمين ولا يعجل الله للناس الشر

من دون الله ما لا يضره ولا يقول <applause> هؤلاء شفعون عند الله قل ادم السماوات والارض سبحانه وتعالى ما يشركون اما ان الناس الى امه واحده فاختلفوا ولو لم بينهم بما يندنون ويقول لولا لا انزل ياتم من ربي فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا نقل رحمة من بعد ضراء أما سمع في آياتنا قل الله أسرق إن هو الذي يسير في البر والبحر أنت إذا كنتم في الفلك وجرنا بهم برحيم طيبا وفر بأن جاء أسرق الناس وجمع وظنوا أن محيطا بهم دعونا مخلصين له الدين لأن من ولما أنجينا

ويدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق ولذين لون أصحاب الجنة يخلدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ببر من الله ما لكم من لون من عصيم كأنما أوشي طعام من المظلمة نصاب النار يخلدون أنا شرم جميعا ثم ننقل لنا شركم كان

الصخر ممن يدبر الامر فسيقول لنا الله يقول فلا تتنقل وذلكم بون ربهم الحق فما دل بان الى الضلال وانا تشربون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده كل ثم ينبى ان انتم فانقل قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الى الحق lam yahdi ila al-haqqi haqqu ayyutaba am bal yahdi illa yundam wa malakum kayfa tanqumun wa may yadhlim la dhanna inna la yughni min al-haqqi shay'a inna al-alim bima yanfalun amma kana hadha al-qur'an yafdal min dunya walakin tasurru bil 'alamin

حرام حراما وحلالا قل الله أذن لكم أما لم تفتروا أما دون الذين يفتروا أقيم إن الله فضل على الناس ولكن لا يشكرون أما تكونوا في الشأن وما تتلوا منهم من قروة عمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدنا فيه وما يعزب ربك بثقل في ولا في السماء ولا أصور من عندك تنبي ألا إن ان اولياء الله لا خوف عليهم ولم ينزلون الذين امنوا كانوا ينتقون لهم البشر والحد والاخره لا ينزلون ولا ينزلون ينزل ولا يزن قول ان العز لنجم جمع عليم الا ان لله ما في السماوات والارض اما المشرك يتبعون الى الظن وان يخرشون والذين جعلوا له مبشرا ان في ذلك لا ينقم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني ما بالسماد في <applause> الأول إن عندكم من صندم يدنقون على ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون متاع في الدنيا ثم من مرض ثم لا ولا ذنب شديد بما كانوا يَنْفُرُونَ

بسم الله المسلا وبشير المؤمنين وقل مسا ربنا إنك أتيت فرعون ومزنة بلا حياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيله ربنا طمس على أمل شد على قلبيان يلا فلا يؤمن حتى يا رب العذاب بالعليم قل أن قد جيب الدعوة واستنقلت تبعان سبيل يعلم يعني وجب بني سرو إلى البعر فعصبا فرعون وجب يوم وأتى إذا أدرك

فلولا كان قرية من فنفاها إيمان وإلى قوم يونس لما أمنوا كشف من متناهين ولو شاء ربك لأمن ما فلان كل من جميع فأنتم حتى يكونوا مؤمنين أما الناس أنتم من أهل بدن الله ويجر الرجس على الذين ينقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أما تغدي الآيات والنور قوم لا يؤمنون وهل مثل أي مخرج من قوم لهم زيرو تنذروا إنما كنتم من

ولاراد لفني يسمع يشن غفور ويه ان سن قد جاكم الحق من ربكم فمن ادى فانما من طلب ان يدناني ما عليكم بونين وذم بما يوحى إلى سبحان الله رب ما يحل وسبح حديكم الله وهو خير الحاكمين